عندهم ما يسمى المولد، فيعقدون موعدا سنويا لمولد فلان اللي يزعمون أنه ولي ومدفون بالتاريخ الفلاني، فيأتي إليه الناس حجاجا من كل مكان من أتباع هذه الطريقة أو من عباد هذا الولي سنويا، ويعملون مسيرة ويعرفون يحملون اللوحات ويقولون الأشعار، وتباع مثل هناك أشياء من فضائله أو من سيرته. كل هذا مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى. الشيخ يشير إلى أن البلد اللي هو فيها اللي هي المملكة ما في هذه المظاهر لله الحمد، لكن أيضا إشارة قوية، وقال إيش؟ إلا أن لا نأمن على أنفسنا، وهذا هو الصحيح، الواحد لا يأمن على نفسه. وقد استدلوا بقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء محطم الأصنام، أنه قال في دعائه ماذا؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال من يأمن على نفسي بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لابد المسلم أن يخاف من الشرك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تقول نحن بعيدين عن الشرك ونعرفنا التوحيد، لا. ولذلك أمر الدنيا إذا طغت على الناس وصار الناس ماديين بحت، ما عاد يهم أمر التوحيد والأمر الفضيل والأمر الصلاة، هذا واقع. وقبل فترة ليست بالبعيدة، يمكن شهر، أيضا اجتمعنا في مكان مع ناس تناقشنا وتكلمنا عن مشاكل الدول والربيع العربي المزعوم وغيره، فأحد قلت يعني أصلا ما خرجوا من أجل الدين ولا تطبيق شرع الله، ولا بأحدهم يقول شرع الله بعدين، خلي الناس تأكل الحين أهم شيء، خلي الناس تأكل بعدين لاحقين على تطبيق الشرع. هذا هو، إذا واحد مغمس في الدنيا وجعل الدنيا أكبر همه صار الشريعة بعدين، يعني متى؟ يعني ما خلقت إلا من أجل شرع الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليأكلون ولا إلا يتوظفون ولا إلا يوفرون وظائف للبطالين ولا لا، وإنما الأصل خلقت لأجل عبادة الله عز وجل، ولو اتقينا الله عز وجل لجاءت هذه الدنيا تبعا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لو اتقينا الله عز وجل زالت كثير من المشاكل. أصل المشاكل الآن تقع في المجتمعات سببها عدم تقوى الله عز وجل، عدم تقوى الله عز وجل. إن كان في سرقات ولا نهب ولا خيانات ولا رشاوى، هذا كلها لو كان الناس تتقي الله عز وجل ما أكلوا الحرام، ما أكلوا الربا، ما ظلموا العمال، ما أكلوا الرشوة، ولا لا، كلها قلة التقوى. فإقامة الناس على تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل هذا مطلب عظيم شرعي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله، هذا وصية الله الأول والآخرين. فكون أن نجعل الكلام في دين الله هذا آخر الأمور، هذا هو سبب الهلاك، سبب فساد الدنيا، فساد الذمم، سبب فساد الأخلاق، ترك الدين. ما خلقنا إلا من أجل هذا الدين، فلذلك لابد أن تكون هذه الدعوة هكذا، هذا تصير صلح الدين تصلح الدنيا، صلح الدنيا تفسد الدين والدنيا، حتى الدنيا تفسد. نعم هذا حقيقة، حتى الدول اللي يظن الناس أنها متطورة فيها فساد عظيم، فيها اختلاسات وفيها قتل وفيها اغتصابات وفيها، وإن تظاهروا فإنهم هؤلاء إعلاميا يظهرون بعض المظاهر اللي فيها نظام وفيها، لكن عندهم أشياء كثيرة جدا، حتى أكثر الدول تطورا فيها أكثر الجرائم، فيها يخطفون الناس حتى إيش، يأخذون أعضاءهم، ما يأمن سنع نفسه أن يخطف ويأخذ منه جزء من بدنه إلى هذه الدرجة، ومع ذلك يزدعون التطور. لما؟ لأنهم ضيعوا الدين. إذا ضاع الدين ضاعت الدنيا، إذا حرصنا على الدنيا ضاع الدين وضاعت الدنيا بعد، لكن إذا حرصنا على الدين تأتي الدنيا تبعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا على مستوى الأفراد ولا الدول والجماعات؟ الدول والجماعات. نعم.